آدم، اليوم خبرنا، شفنا أنه في تعاون مع النجمة الخليجية أصيل هميم، وهيدا التعاون الخليجي الأول لك. خبرنا كيف رح نشوف إبداعات آدم؟ فعلا هذا أول عمل لي ككليب خليجي مع الفنان أصيل، إن شاء الله حيكون شيء كتير حلو وشيء مميز. هلا بدك تفهمنا شوي الحشرية، إنه شيء مميز، بس كيف رح نشوف؟ خبرنا شوي. رح نشوف، يعني ما عندي بس نعطيكم هيك شوية مقطع فيديو تشوفوا يعني من الديكوريشن. يعني ليش كتير سبيشل؟ يعني أعتقد الفكرة عملناها والألوان اللي عملناها شيء ما مطروق من قبل بالوطن العربي. اليوم انت شو حرصت تبين بأصيل؟ هلا هي عندها الموهبة واكيد في الستوري بورد حلو، بس اكيد كمان الديكور بيلعب دوره. طبعا اكيد مليون بالمية، وانا لو ما كنت شايف انه في يعني تيم قوي جدا معها لا الفنانة أصيل، واكيد بس انا شفت شيء حلو، بصمة حلوة عاملها المخرج حسام الطاهر اللي هو مخرج الفيديو كليب. ما كثير تشجعت، ما كنت تشجعت لأكون يعني واحد بتيم تبع الميوزك فيديو. فبشكل عام يعني كان تيم قوي، كان في تعاون مشترك بيننا كلنا، والحمد لله أنا أعتقد أنه يعني وصلنا على التارجت اللي كنا حاطينه من قبل. خبرنا اليوم وين الشخص بس بده يعمل ديكور بيلاقي صعوبة، بالذوق العربي الشرقي أو بس يكون الذوق غربي؟ لا، الأصعب أكيد كحدا عايش في المدريس، لا أكيد حدا من المدريس يختار ذوق غربي بيكون أصعب. العرب بيحبوا كتير الأشياء الأوفر الكالرز، حتى بس كتير مثلا ناس عرب بيحبوا كتير الأشياء اللي فيها ذهبي أو فضي. قليل مثلا من الناس العرب بيختاروا ألوان معينة بيختاروها الأجانب، وشز مثلا لتسي الأسود. لا، فأنا بشوف أنه لا بالعكس، وهي حتى العكس صحيح، اللي ما تلاقي حدا مثلا بأمريكا مثلا بيستخدموا الألوان بيحبوها العرب أو هي الفخامة اللي بيعملوها العرب. اليوم أنت بينك وبين حالك قديش هيك بتزعل بس تشوف أنه الفنانين بالدول العربية بيشددوا أكتر يمكن على تواجد الجنس اللطيف، لأنه بيعتبروا أنه هيدا بيجيب لهم تارجت أكتر، ما يهتموا بالديكور؟ يعني الديكور أوقات عم بيكون سيمبل بس في تواجد للجنس اللطيف. اليوم أنت بينك وبين حالك قديش هيدا هيك بزعلك وبحس أنه يمكن مهنتكم شوية مغبونة؟ هلأ إذا بتجي للواقع، يعني أنا أعتقد أنه هني باي ذا اند اوف ذا داي بيفكروا موضوع التارجتينج لهم، كيف يسوقوا الكليب تبعهم، كيف يجيبوا فيوز اكثر، وانا اعتقد انه هي الطريقه اللي هنا عم يشوفوها انسب. ما عم يعطوا الناس اللي مثلنا حقهم، اكيد مزبوط. ما عم شوف كثير في اهتمام المخرجين بهذا الدومين تبعنا، ما شفت انا صراحه كليب يعني عربي صار في شغل مثل الاشياء بس اللي عملتها انا بهوليوود من قبل. يس معك حق، بحس انه في تقصير من هذا من هي النقطه من المخرجين العرب. اليوم ايام كثير قليله بنطوي فيها سنه 2020 وبلش سنه جديده سنه 2021، والعالم كله عم تتمنى السنه الجديده تكون كلها خير وبركه. اليوم ادم، هل معقوله تطوي صفحه الخلافات مع النجمه احلام؟ لانه انت طبعك ومعدنك طيب وهي كمان، يمكن صار في سوء تفاهم وصلتوا يمكن لمحاكم او خلافات، اليوم معقوله تطوي هذه الصفحه ويصير في صلاح؟ يعني احنا وصلنا على مرحله حدا صديق مشترك تدخل بالموضوع، واعتقد انه وقتها ما عاد فتحنا الموضوع، انا يعني خلص مثل ما بيقولوا صفحه وطويتها. يعني اليوم معقوله نشوف في تعاون جديد بين بعض؟ اكيد ان شاء الله. يعني انا بعرف انه يعني مثل ما انت قلتي، انا حدا بسامح وبنسى، وانا بعرفها انه هي كمان حدا طيب، وبعرف صار مشاكل مع ناس اكبر من هيك، وشوفي هلا بتشوفهم مع بعض ولا كانه في شيء. اي حدا الاخ بيتخانق مع اخوه بيرجع بيتصالح هو وياه. يعني ما معقوله يكون بيوم من الايام يكون في اتصال الا انا حطيت لك يعني ديكور معين براسي بس بدك تصوري شيء عمل بيني بطريقه كثير مختلفه؟ لا، اذا انا مالي غلطان مع حدا يعني ممكن اني اسامح، بس انه ما يعني اعتذر، هي تعتبر طريقه اعتذار. فاذا انا ما غلط مع حدا انا ممكن اسامح، ما ممكن اعتذر.
المفروض الشخص اللي هو اعتذر او هو غلط يبادر بهالمساهمه. وانت اليوم نوايا صافيه يعني بتتقبل؟ اكيد اكيد نوايا صافيه، اكيد بتقبل. انت اليوم بتقول عفا الله عما مضى وخلص، يعني كل الاشياء الاعلاميه اللي صارت وحكي عن اموال انت بدك اياها، يعني كل شيء اليوم سكرته وخلص مستعد اليوم تكفي من جديد تفتح صفحه جديده؟ هلا الحل ما الحل، سكرنا طويلة الصفحة طويلة الصفحة، وأكيد ما عندي مانع أنه أفتح صفحة من جديد. الموضوع صراحة ما الحل، اتدخل صديق مشترك بيناتنا، المبلغ لا ما أخذ ولا أي دولار منه، وبس خلص موضوع وسكرنا.